ازيكم يا جدعان؟ عاملين ايه النهارده؟ الفيديو عباره عن 4 شخصيات تقدر تقتل زينو ملك الكون طبعا زي ما احنا عارفين. وبس عشان ما اطولش عليكم، ما تنسوش اللايك وسبسكرايب. يلا نبتدي باول شخصيه. واول شخصيه معانا هي زينو المستقبل، وهو ده الشخص الوحيد اللي في القايمه اللي يقدر يقتل زينو ومعاه نفس قوه زينو، وليه فرصه كبيره جدا ان هو يقتل زينو الحاضر. وفي المركز الثاني يا جدعان عندنا شيدرون الذهبي. وباختصار كده، ان التنين ده بيقدر يحقق اي امنيه اي حد بيطلبها، ولو حد طلب ان هو يقتل زينو هيعرف يقتله، وهيكون كده قضى على زينو. وتالت شخصيه معانا ماجن بو. واحنا طبعا عارفين ان ماجن بو ما بيهموش اي حاجه الا في بطنه، والحاجه الغريبه اللي هي خلتني احطه في القايمه دي ان هو يقدر يحول اي شخص او اي شخصيه لحلوه، ولو حولها الحلوة طبعا هياكلها ومش هيسيبها، ويقدر يحول زينو بنسبة 1%، ولو حوله هياكله. ورابع شخصية معانا والأخيرة هي دبرة، وهو عنده تقنية خاصة، والتقنية دي هي البص، وكل بس اللي عليه ان هو بس يبصق لزينو ويحوله لتمثال حجري، ومش هيعرف يعمل زينو اي حاجة طبعا، ويتحول لتمثال وهيموت، وكده هيقضي دبرة على زينو. وبس هو ده الفيديو، يا رب تكون استفدت او استفدتي، ويا رب يعجبك الفيديو، ما تنساش اللايك والسبسكرايب. وبس سلام.